أميرة شاي، 19 سنة من مدينة الرباط، مغنية وموديل، وإن شاء الله قريبا موديليست. إمتى دخلت المجال الفني؟ دابا تقريبا شي 4 سنوات، ولكن أول ظهور ليا كان قبل سنتين. كنت درت أغنية تحت عنوان لعب فيا، وعاد الصفحة ديالي الانستغرام دابا تقريبا 3 سنوات كندير يعني الموديلينغ والبيبليسيتيز ديال لي سبا، وشاركت بزاف ديال لي فيديو كليب مع كمال عموري، فيديو كليب مع ادرينالين، فيديو كليب مع سي ديمو. اكيد كون ما كانش رضا الوالدين كون بزاف ديال الحوايج يعني ما وصلتش لهم. الحمد لله برضا الوالدين توفقت في هذا المجال وانا غاده. كيشبهوني ابتسام تيسكات من ناحيه الجمال، كيقول لك انه كاين شبه بيني وبينها. الفنانه اللي كتعجبني وبغيت نكون بحالها دنيا باطمه، لانه كتجيني قويه، عندها العزيمه، ما كتسوقش الهضره ديال الناس، زعما واخا كتقول حتى الغدا ما كتسوق حتى شي واحد، والحمد لله وصلت لهداك الشيء اللي بغات. كنتمنى انني حتى انا نوصل لهداك الشيء اللي كنبغي بحالها. باش كنصحهم انهم يحبسوا من داك المجادلات، حيت ولينا سير على كل لسان، ولينا زعما الناس كيمثلوا المغربيات غير بانه هاد الفنانه مدا زعما هاد الفنانه. ولينا كندخلوا للسوشيال ميديا كنلقاو غير المشاكل والمداوزات. المفروض ان احنا كنا مغربيات نعاونوا بعضياتنا، نوصلوا بعضياتنا، ماشي نهبطوا بعضياتنا، حيت هادشي راه حشومه. انا بغيت ندير معاه هديه، دوزي سعد المجرد امينيكس. واخا ماشي نفس ستايل ديال الغناء، ولكن زعما هادو هما الفنانين اللي كيجوني انا زعما وصلوا للعالميه والنجوميه. حصريا على الوانكم تبعوا الجديد ديالي، قريبا في 2019 غادي تنزل السنجل ديالي تحت عنوان كذبه، وشكرا.